سمعت كتير حكي إنه هالعالم كله زلام وإنه بعدك صغيرة، كيف رح تدبري حالك؟ ولما سألني المشغل ليش لازم نختارك؟ ما عرفتش إيش أجاوب، بس الاستسلام مش كلمة موجودة بقاموسي، وبدي أرافقك لنعمل الفرق بسوق العمل، بمسيرتنا المهنية وبمجتمعنا. أنا تسنيم نعرة من الناصرة، عمري 33 وخلصت لقب أول بالحقوق والاقتصاد بجيل 21. مع هيك ما عرفتش كيف ممكن أنقبل للشغل، خبرة ما عنديش، أشخاص ومعارف بعرفش حدا، وبالفعل ما انقبلتش لأول شغل. وقفت قبال المراية وحكيت لحالي أنا نشيطة، جدية، بتعلم بسرعة، بفكر برا الصندوق، متميزة بالتعليم، وعندي إيمان إني بقدر أنجح. بمقابلة الشغل الثالثة تشجعت وحكيت اللي عندي وانقبلت. بلشت أشتغل بشركة سيارات عالمية كبائعة، ومن بعدها صرت مديرة بشركة عالمية تانية. هناك كنت مسؤولة عن عاملات بكل بلاد، عاملات من كل الديانات ومن كل الخلفيات. مع خبرتي اللي زادت وبعد ما تركت هذا الشغل، بعتت سيرتي الذاتية لعشرات المحلات لوظائف إدارية، بس ما حداش رجالي. لما حسيت إنه الأبواب عم تتسكر، تعرفت على كو إمباكت عن طريق صديق، والأبواب رجعت انفتحت من جديد. لقيت محلي بكو إمباكت وحسيت إنه عندي رسالة كبيرة عم بوصلها. كانت وظيفتي بالبداية مديرة ملف زبائن بشتراوس وشتراوس مايم. هناك عملنا وقطعنا طريق جدي بالتغيير التنظيمي بقلب الشركات، وشفت كيف نجحت الشركات هاي برفع نسبة الموظفين والموظفات العرب، وحسيت إنه كنت شريكة بهيك نجاح. ومثل ما كو إمباكت كبرت وتوسعت لتضم اليوم قريب 40 شركة من كل المجالات، أنا كمان تقدمت لأدير طاقم مدراء ملف الزبائن، ومكملة بكل مثابرة بمرافقة الشركات لتعمل وتنضم للتغيير. وبدي أرافقك لنعمل الفرق بسوق العمل، بمسيرتنا المهنية وبمجتمعنا. تواصلي معنا بكو إمباكت لتلاقي فرص عمل قيمة بتناسب مهاراتك وقدراتك.